دكتور ليلى عباس، مديرة المدرسة الثانوية في البقيعة. يعني بداية أنا بدي أسألك كمواطنة في البلد، إحنا متعودين عليك قاعدي وراء المكتب في المدرسة أو بين الصفوف، اليوم لابسة أواعي شغل وعم بتساعدي في هذا اليوم التطوعي. أول إشي يعطيك ألف عافية أخ عماد. إحنا مظبوط بتشوفني دايما إني قاعدي ورا مكتب، بس أنا كثير بحب التطوع وبحب العمل، وهيك إحنا وظيفتنا ورسالتنا كوزارة التربية والتعليم نعود الطلاب على العمل التطوعي، وعلى إن نكون كلياتنا إخوة وكلياتنا نساعد الواحد للتاني. اليوم أنا كثير بكون في هذا الموقف، بتفرج على هون على كل أولاد المدرسة، كل أولاد البلد، كل شبابها إيد بإيد التطوع لمصلحة البلد، كيف كلياتهم قلبهم على البلد، كلياتهم بحبوا البلد. يعني أنا حتى في ناس إجوا من أمريكا وعم بيمشوا معي في الهاي وعم بيحكوا قديش الإشي واضح، قديش شباب البلد اللي هن مميزين الله يوفقهم ويخليهم ويضلهم في صحتهم ويضلهم يعطوا للبلد الحبيبة، البلد البقيعة. كلياتنا بنعتز وبنفتخر إنه إحنا منتمين لهي البلد. يعطيك ألف عافية. إشي المهم جدا دكتور ليلى، يعني أنت والدة المرحوم جمال. جمال موجود معكم، يعني أنا متأكد موجود معكم بكل يوم، بكل حدث، بكل إشي بيصير عندكم بكون جمال موجود معكم. الفقدان كثير كثير صعب، ولكن هذا اليوم اللي عم بنعمل لذكرى جمال يمكن بمحل معين نقص وجوده أكثر. أول إشي طبعا الفقدان كثير كثير صعب، والفقدان بتمنوش لأي إنسان، بس لما بشوف محبة الشباب وبشوف قديش بضل مذكور. اليوم بطبق جمال أخرى شوي 5 أشهر، بس يوميا يوميا ذكره موجود، فهذا أنا بخليني يزيد فخر إليه. بعرف إنه هو موجود وراح يضل موجود. جمال كان يحب كثير البلد، وكان كثير يحب الشباب، وكان يحب كثير التطوع من الكبير للصغير يساعد، فبيستاهل انه ينعمل شيء يوم عن الشكل. وانا اليوم بدي اوجه شكري الكبير لشباب البقيعه ولاهل البقيعه ولرؤساء المجالس، الاخ ابو وائل والاخ ابو ايوب، اللي هن داعمين هاي الشباب البقيعه ودايرين بالهم على البلد، وبتامل انه تضل البلد هي في الطليعه وتضلها كل الشباب مع بعض في ايد واحده ونضلنا مع بعض لمصلحه البلد. اخر سؤال بدي منك كلمه إذا بستحلك توجهها لحياة جمال، يعني في هذا اليوم اللي أصحابه كلهم موجودين هون وعم بيشتغلوا لا ذكراه. حبيبي يما، بدي أوجه لك كلمة أقول لك إنه أنت ما متش، بتضلك طيب وذكرك موجود، وكل البلد تفتخر فيك، وكل الشباب بتحبك، وبدك تضلك ذكراك عنا مش راح ننساك، والله يسهل عليك وين ما كنت، راح نضل نحبك ونتذكرك لاخر يوم في عمرنا، بتضلك ناقصنا بس بتضلك معنا، الله يرحمك. يعني أخي وصديقي وابن صفي لازم أقول عنان عباس والد الضابط المرحوم جمال عباس. جمال حاضر معكم بشكل يومي، ولكن اليوم يمكن له ميزة خاصة، كل الأعمال التي تقام هنا تقام لذكرى المرحوم جمال. أول شيء برحب بالجميع، أخي عماد وصديقي وابن صفي، شكرا كثير كثير. هذا يوم اللي بيمثل شو هي البقيعة، شو هن أهل البقيعة، شو كونية مية العين اللي البقيعة الكل بيشرب منها. هاي يوم الوحدة، يوم اللي كل مع بعض، يوم اللي بدل على قديش البقيعة هي بلد خاصة جدا جدا بكل طوائفها، وهون موجودين من كل الطوائف السا ومن كل بلاد موجودين. هذا يوم عيد، هذا بدل انه جمال كان كثير يعطي وكان كثير يتبرع. هاي الشباب الله يخلي لنا اياها ان شاء الله، بتشكرهم كثير كثير،
جمعية النساء على أكل اللي عم بيعملوه للجميع هون اللي عم بيشتغلوا، ولجميع الجمعيات تبعت أهل البلد المشتركة في هذا اليوم والاحتفال. صح هذا يوم اللي هو صعب إلنا، أما هذا يوم احتفال إلنا اللي بدل على وحدة البقيعة، على إخوة البقيعة وأهل البقيعة الشرفاء. والله يعز أهل البقيعة الجميع. حنان، حكيت عن صعوبة هذا اليوم، وفي سؤال أنا مجبور أسألك إياه. إحنا متعودين دائما في كل عمل تطوعي، وأنت كنت تكون موجود وأنا كنت أكون موجود، كنا نشوف جمال عم بيشتغل وعم بيساعد. كيف الشعور اليوم إنك أنت شايفه ناقص بين الشباب، بين أصحابه، بين الناس اللي كانوا يحبوه، بين البقيعة اللي كلها كانت تحب جمال؟ جمال مش ناقص، جمال موجود إسا بين كلنا، وجمال موجود هون في العمل التطوعي. هاي الشباب الموجودة هون اللي عم تشتغل، هذا بدل انه هون جمال موجود. جمال ما راحش مننا، جمال ظل معنا، وهي عم بيشتغل معنا زي ما الكل عم بيشتغلوا الحمد لله. شكرا كثير، الله يرحمه. ميرال عباس، اختي المرحوم جمال، شعورك في هذا اليوم؟ يعني الكل اللي عم بنعمل هون ذكرى حياة اخوك. في كثير مشاعر اللي يعني فيش كلمة اللي بتعبر. أول إشي فخر كثير كبير إنه، وهو جمال أصلاً مفتخر في حاله أكيد إسا، كثير يعني مشاعر، فرح، حزن، فخر زي ما قلت، وبيستاهل عن جد. بس تشوف هيك في ساحة البقيعة كل أهل البلد متجندين عشان يشتغلوا ويساعدوا ويتطوعوا. يعني أنا شفت أولاد صغيرة بصف جان، وشفت مشايخ عمرهم فوق 80 سنة. شو هذا الاشي هيك بعطيك اي شعور؟ شعور انتماء، عطاء، كمان يعني محبة، كله هيك مع بعضه. يعني عن جد شكرا للكل. يعني قديش فخورة بجمال؟ كثير عاد انسو. صباح الخير الشيخ ابو تيران جدعان، يعني جد المرحوم جمال. اليوم انت متواجد في ساحة العين في البقيعة وعمل تطوعي لذكرى المرحوم جمال، شعورك في هذا اليوم؟ اهلا. الشعور صعب انه انا احكي شو الشعور اللي عندي. انا اكثر انسان اليوم بشعر بنفسي فخور في هاي البلد. هذول الشباب، شباب اخوتنا، اهلنا، شباب البقيعة، اللي انا بتمنى القرى الدرزية تتعلم من هذا العطاء، من هاي طريقة العمل، تنظيف القرية، تنظيف القرية، تجديد القرية، تجديد القرية. هاي مش كل شباب ببلد بيعملوها. الحمد لله العطاء والتطوع بيرفع راس كل إنسان بدولة إسرائيل على القرى والمدن والناس اللي موجودة هون، الشعب اللي موجود، الطوائف اللي موجودة، إن كان يهودي ولا مسلم ولا نصراني ولا درزي. هون بتشعر الأخوة في 4 طوائف، ما بتفرق مين عم بيشتغل ومين مش عم بيشتغل. الكل مهتمين بتنظيف القرية وببناء القرية وتجميل القرية من جديد، وهذا كرامة الشباب للقائد والبطل جمال اللي هو بحب هاي البلد، بحب هاي الشباب، هو بيفتخر بالبلد، بيفتخر في البقيعة، بيفتخر بأصدقائه اللي هي كل أهل البقيعة أصدقائه. أنا بتمنى لكل القرى تتعلم اليوم درس للعطاء، درس يعني للعطاء. عم جدعان، يعني جمال موجود معكم بشكل يومي، حاضر وجوده عندكم بالبيت، عند ابنك عنان، ولكن اليوم يمكن يوم خاص كان ناقص وجوده هون. اليوم كنت بتمنى انه يعطي اللي هو بحبه لهاي البلد. اما احنا ايماننا قوي وحياته انتهت عندنا، والله يرحمه ويخليه لاهله.
الله يرحمه. يعيش الله يرحمه. ست نادية، يعني احنا متعودين نشوفك بالفعاليات النسائية، مديرة نعمات لواء الجليل او الشمال الجليل، مركز الجليل، واليوم في حضور نسائي هون في اليوم التطوعي. اول شيء النساء دائما موجودات في كل الايام، لانه انا بتطلعش على الموضوع كتطوع، بتطلع على كل الشباب والصبايا والنساء، هن عم باخذوا دورهم في انه بلدهم تكون متطوره ويكونوا يد الله مع الجماعه. ولما الكل بيكون متوحد، مش مهم الطائفه، مش مهم لا ايش الانتماء تبعه، هذا كثير بحسسنا بالفخر انه شباب البلد وصبايا البلد ونساء البلد كلهم حاطين ايديهم وبيدين بعض عشان بلدهم تتطوع. وانا فخوره جدا. وجمال مش غريب، مش يعني ما راحش من هون، اذا بتطلع حواليك بتلاقي جمال موجود بين الشباب، بعيون هون، بعيون النساء. انا كثير فخوره بهاي البلد. شكرا. اهلين. واحنا فخورين فيك. المحامي منير خير، يعني كنت مرشح لرئاسه مجلس البقيعه، واليوم شايفينك شالح اواعي المحاماه، البدله الرسميه، لابس اواعي شغل، وعم تشتغل في يوم التطوع. أخي، المحاماة مهنتي وجسدي ينتمي إلى هذه المجموعات وإلى هذه البلد. المرحوم جمال كان قد تطوع في الماضي وقد أعطى، ويجب علينا الآن فعل كل ما بوسعنا من أجل ذكراه ومن أجل البلد. إذا نظرت على يمينك أو على شمالك سوف تجد من جميع الأطياف أناس موجودون هنا أتوا لكي يتطوعوا لهذا البلد. أنا أحييك أخي عماد، أنا أعتقد بأنك أيضا أنت متطوع لهذا اليوم، بوركت وبارك الله فيك وبالجميع. شكرا. كإنسان اللي حمل يعني شعار أنه البقيع للجميع وشعار الوحدة بين أبناء البلد، شو اليوم شعورك اليوم شايف من جميع الطوائف جميع الأطياف موجودين في ساحة العين؟ أخي عماد، هذا النسيج الخاص الموجود في البقيعة هو بالفعل خاص. شعوري هو مليء بالسعادة، خاصة بأنني منذ قليل تصورت أنا وصديقي وأخي حاتم مخول، وعلى يميني يوجد أيضا من إخواننا اليهود، وكذلك الأمر من الطائفة المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية. نحن أبناء بلد واحد، جلدنا واحد وجسدنا واحد، وهذه الميزة موجودة فقط في البقيعة. أشكرهم جميعا، وحبذا لو بقي هذا النسيج إلى الأبد. شكرا. أخ حاتم، بدنا منك كلمة بهذا اليوم. يعني الحمد لله أنه إحنا موجودين بقرية عروس الجليل، الشباب الموجودة عندنا ما فيش زيها بالقرى حوالينا، نطلع عليها كلها شباب صغيرة بتنضل للبلد، تخدم البلد، تحب البلد، في انتماء للبلد، والحمد لله احسن من هيك ما بدنا. يعني بتيجي لهون بتلاقي كمان اصدقاء، يوم الطفوله، اصدقاء الصف، اصدقاء العمر، وكلنا احنا اولاد بلد. هاي يعني احسن فرصه ان الواحد يشوف اهل بلده وحبايبه واصحابه والقرايب. اخ رايق، صباح الخير. يعني لابس اليوم اواعي الشغل وعم تشترك في اليوم التطوعي في البقيعه. طبعا طبعا، احنا جزء لا يتجزا من قريه البقيعه. كيف برايك الشعور يعني في هذا اليوم، بنلاقي من جميع الطوائف، من جميع الاطياف، جميع العائلات متوحدين مع بعض لتجميل القريه؟ اثبتت البقيعه انها هي في الطليعه، وخصوصا بشبابها الحلوين، الله يقويهم ويعطيهم الصحه. واثبتنا كمان في الاسبوع الماضي كان في عندنا يوم تطوعي في القبور في المرج وفي البقيعه هون، والشباب شاركت بجميع طوائفها، وان شاء الله نظل في الطليعه يا رب. شكرا. الفنان ايهاب عباس، يعني اليوم احنا متعودين عليك لابس الاواعي اللي بتطلع فيها للعروض، اليوم لابس اواعي العمل وعم تشترك في اليوم التطوعي في البقيعه. الحقيقه وهذا الشيء اذا بدل على وحده اهل البلد بطوائفها باهلها، وهذا الشيء بيرفع الراس. وبتأمل من كل الوسط العربي يتقلدوا في بلد اسمها البقيعة، والله يخلي لها شبابها، وأهلا وسهلا بجميع الضيوف اللي شرفونا لهون. يعني بدي أستغل كونك فنان، عندك أنت يعني نظرة خاصة غير كيف إحنا بنشوف، فسيفساء جميل جدا من أبناء المجتمع يتواجدون هنا في ساحة العين، جميع الطوائف جميع الأطياف، شو الشعور في مثل هذا اليوم؟
شعور كثير منيح، كثير حلو لما بتشوف وحدة ناس، ناس بتساعد بعضها، فيها خير، فيها سلام، بتحس انه فعلا مجتمعنا بعده بألف خير. وبتأمل أخرى مرة من كل الوسط العربي انه يتقلد في بلد اسمها بقيعة. وطبعا اليوم معمول على روح الشاب الجندي جمال عنان عباس، والله يخلي جميع المشتركين معنا، وشكرا لكل حدا اجا ومد يد العون. دكتور السويد السويد رئيس مجلس البقيعة، يعني دائما دائما عملت على وحدة أهالي البقيعة، جميع الطوائف جميع الأطياف، واليوم احنا شايفين هذا الاشي بأم أعيننا. طبعا هذا الشيء المميز للبقيعة تاريخيا، هذا المميز للبقيعة على قلب الفترة الأخيرة اللي كنت فيها برئاسة المجلس المحلي. أنا اهتميت بهذا الموضوع جدا، لأنه أنا مؤمن بالحياة المشتركة اللي لازم تكون في قرانا كلياتها. فواحد من الشغلات اللي ممكن ولازم نعملها الابتعاد عن العنف وكل الظواهر السلبية هو التفاهم والتعاون المشترك بين جميع أهالي القرية الوحدية. يمكن هذا أحد أسباب يعني إنه الانتخابات في البقيعة مرت بخير وسلام وبدون أي يعني حدث غير اعتيادي. طبعا احنا اساسا بالنسبه لنا كل الانتخابات كانت للمجلس المحلي وكان اولى للكنيست، بالنسبه لنا هي عيد، يوم عيد الاجواء، التفاهم، الحياه المشتركه كمان تنطبق على كمان يوم الانتخابات مع الروح التنافس اللي بتكون فيه. ولكن احنا بنعرف انه الانتخابات يوم البقيعة دائما دائما على طول للكل. شكرا. الاستاذ دكتور سلمان السويد، صرنا نقدر نقول لك دكتور، مبروك. شعورك اليوم في مثل هذا اليوم، احنا بنشوف كل الاطياف كل الطوائف متواجدين في ساحه العين وبيعملوا على تجميل القريه. هلا اخي عماد، يعطيك العافيه والجميع. الحقيقه شعور حلو كثير، فيش احلى من العطاء، الانتماء، شباب كبار صغار نساء رجال، كلهم بحسوا هذا الاحساس، العطاء، واحد يساهم لبلده، فيش احلى من هيك. شكرا. أهلين عماد. أستاذ نبيل، سؤال. أستاذ نبيل علي، اليوم يعني إحنا متعودين نشوفك بلباس وأنت بالمدرسة، ولكن اليوم لابس أواعي عمل وبتساعدون في اليوم التطوعي. أول شيء بدي أقول يعطيهم العافية الشباب، لما بنشوف الشباب أهل البلد من كل الأطياف من كل الفئات إنه موجودين مع بعض في يوم تطوعي، التطوع مهم جدا عند الشباب وعند الكبار، لأنه روح التطوع بالأخص عند روح النمية بالجيل الصاعد، هذا بدل على الانتماء وقديش هاي الشباب تكون منتمية ومتلاحمة مع بعض، وبيمنع عدة شغلات من العنف للتآخي للسلام للمودة بين الجميع. وبنتمنى يوم موفق، كل احترام للموجودين، لكل من سعى وكل من بادر وكل من ساعد وعم بيساعد في هذا اليوم الحلو لجميع أبناء البقيعة. شكرا أستاذ مجد. مجد السويد، خليك تمام. مرحبا. أول شيء لفت انتباهي يعني كمان بما أنك أنت كنت شقيق مرشح لرئاسة المجلس، المرشحين موجودين وعم بيساعدوا، يعني حطوا الانتخابات على جنب وكلهم تجندوا من أجل تجميل البقيعة من أجل إحياء ذكرى المرحوم جمال. البقيعة دائما كانت معروفة بوحدتها وبالتآخي بين أهلها، مش مهم مين كانوا مرشحين أو غير مرشحين، الكل بيحط إيده في إيد بعض وبيشتغل لمصلحة البقيعة. زي ما حكى المرحوم جمال ابن خوي عنان، رك بياحد زي عفود، وعن جد إنه رك بياحد زي عفود، لما كلياتنا هون مجتمعين بساحة العين بنشتغل للمصلحة العامة، وإن شاء الله إنه هالمحبة والمودة تظل موجودة في بلدنا. أنا اليوم بنساكم بوتيران، ويا قلبي دوم بحبك يا بوتيران، يا ربي دوم عزك جدعون أبو تيران، ويا زينة كل مشايخ العرب. طبعا احنا بنعتز وبنفتخر في هذا اليوم بوحدة البقيعة
بشبابها بصباياها بالختيرية بالعجز. أنا شايف اليوم هون في ابن 3 سنين جاي يتطوع وابن 87 سنة جاي يتطوع بنفسه. وطبعا شكر خاص لنساء البقيعة اللي نحضروا هاي المائدة حتى يطعموا هالشباب ويقووهن. شكرا تحياتنا على اسم المرحوم الجندي البطل جمال عنان عباس، وهذا اعتزاز وافتخار لنا انه نعمل سوا ايد في ايد من اجل مصلحة بلدنا وهي الوحدة هاي المحبة وهذا العطاء. تحياتي للجميع. بدي اسالك سؤال، انت دائما بترافق شباب البقيعة وعطائهم غير مفهوم ضمنا. حقيقة شباب البقيعة اقاموا هاي الجمعية قبل كم سنة، بدوا في تمثال سلطان باشا العطش، حطوه في ساحة العين على، وهذا اعتزاز وافتخار لنا انه عملوا تمثال سلطان باشا العطش. ومن يومها هاي الجمعية بتقوم في اعمال خيرية في داخل بلدنا. قبل جمعة او 10 ايام قاموا في يوم تطوع في المرج عندنا في القبور، نظفوها كلياتها واجوا على قبور الدروز كمان نظفوها، قبور الاسلام طلعوا نظفوها. فهاي الوحدة وهاي المحبة بتزيد ما احنا الكبار بالعمر محبة لبعضنا، وبنقول الله يعزها البقيعة. السيد محمد حساوي، بدي منك هيك كلمة في هذا اليوم. عم نشوف جميع الأطياف جميع الطوائف متوحدين مع بعض في ساحة العين في البقيعة. أول شيء جميع الحاضرين هون وجميع المتطوعين يعطون ألف عافية. واحد اثنين، هذا يدل على شيء، بدل على يوم التطوع هو يوم انتماء للبلد، هو يوم انتماء وازدهار البلد. والايام من الشكل هي كل مرحله معينه او كل وقت معين هي بتزيد اول شيء على ثقافه المحبه، على ثقافه الوحده، هي على التكتل، على الاخاء والمحبه، وتظل الناس كلها بخير وبركه. شكرا، يعطون الف عافيه كل المشتركين هون، يعطيكم العافيه. ساهر حميد، يعني بعمل معك هذا اللقاء كعضو في جمعيه ميلح، جمعيه تطوعيه طبيه اكثر. وبدي أسألك عن يعني عملكم في هذا اليوم، وجودكم هون، شايف مجموعة من الشباب من جمعية ميلح متواجدين. احنا هون لأنه في كثير ناس وكثير شغل، وممكن شي حدا يتصاوى بيوقع يوكل هواي إشي، إذا احنا بنعطي مساعدات طبية أولية للمتصوبين إذا حدا تصوب. إن شاء الله ما حدا بيتصوب. زي ما انتم شايفين في عنا هون تيكين، في عنا سيوت كله ألونكوت، و احنا هون اذا بحاله حدا تصاوب لا سمح الله احنا موجودين. استاذ نهاد علي، بدي اسمع رايك في هذا اليوم. يعني بنشوف من جميع الطوائف جميع الاطياف جميع العائلات متجندين من اجل العمل على تجميل البقيع. اذا هذا بدل على شيء، بدل على وحده شباب البقيع، على العمل التطوعي. مش اول مره شباب البقيع بيقوموا بهذا العمل الكبير، عمل بنقدر نسميه هاي مظاهرة عمل. هاي بتخرب، قديش بتخرب، هاي بتوحد الشباب مع بعضهم، بقلل العنف في البلد. الحمد لله كل البلد جد واحد، الشباب كلهم بيتعرفوا مع بعض، صغير بيحترم الكبير، وهذا بديلها شيء. وبعدين عملوا البقيعة بلد سياحية من الدرجة الأولى. وبعدين الواحد بيجي يطلع بس يشوف المنظر هذا الموجود، الشباب الموجودين، شباب وصبايا من كل الأجيال، هذا بدل على قديش في همة ونخوة عند الشباب، والله يقويهم ويعطيهم العافية. بدي أسألك بعد سؤال عن شعورك الشخصي كمربي أجيال، كمربي أجيال بتشوف كمان هون طلاب مدارس موجودين، شعورك بشكل شخصي؟ هذا بدل، أنا يعني قسم كبير من الشباب اللي هون بيجوا بيقولوا لي أستاذ كيف الحال كيف الأمور، يعني بشعر إنه الشباب الكبار هن بالعمر إسه صاروا بجيل الأربعينات والخمسينات، بعدهم بيحترموا معلمهم وبيقولوا مرحبا أستاذ يعطيكم العافية. وهذا بعدين أنا كمرشد رياضي كنت مدرب رياضة، اليوم كل الشباب بلاقيهم انه يتوجهوا كمان لهي الاعمال اللي هي رياضيه جسمانيه، وبتقوي الالفه والمحبه والوحده بين الناس. مرحبا شيخ. اهلين. حضرتك من دالة الكرمل؟ نعم، من دالة الكرمل. عرفنا عن حالك. ابو باسم رشدي حلبي من دالة الكرمل، كبلان لعبدوت عفار، وكنت في الماضي رئيس مجلس محلي. نعم. عمي ابو باسل، انا بعرفك بشكل شخصي بس عشان المتابعين يتعرفوا عليك، بدي اسالك يعني انت من جاي من دالة الكرمل على البقيعة وشايف هاي الاجواء الموجودة هون لتخليد ذكرى المرحوم جمال، كل الطوائف كل الاطياف كل العائلات، شو شعورك هيك بكون بمثل هذا اليوم؟ شعوري كثير، انا كثير اول شيء الله يرحم
الفقيد، وانا شعوري كثير كثير مبسوط بهاي الناس بهاي اللمه وفي اهل البقيعه ميوخاد، لانهم كلهم ايد واحده وبيرفعوا الراس، بتمنى الطائفه كلها تكون زي حكايتكم يد واحده والكل يكون مبسوط. تشوف انه يعني شباب البقيعه واهل البقيعه باعمالهم هاي يكونوا قدوه لباقي القرى؟ ان شاء الله بيكونوا قدوه، لان اعمالكم ما فيش واحد بيعملها، كلكم يد واحده وكلكم جسم واحد، والانسان الادمي بيفتخر فيكم، لان هيك لازم يكون، ونحن الطائفه الدرزيه بتوجب منا انه هيك نكون. بقى الله يرحم الفقيد وخلي لنا جده يظل مبسوط وما عادش نسمع مشاكل عنه زي. طيب بما انك قاعد حد عمي جدعان جدي المرحوم جمال، بدي منك هيك توجه له كلمه بهذا اليوم، هذا اليوم كمان صعب عليهم كعائله. انا بدي اوجه لهم كلمه، اما عمك بطيران قد الحمله وزياده، مر عليه كثير كثير في هالحياه، وهو بيرفع الراس وهو بيهدي الناس وقدوه للناس، الله يخلي لنا اياته وتضل صحته منيحه ويخلي لنا الشباب يضلوا مبسوطين وهادين البال. السيدة صفاء خير، يعني معروف عنك ناشطة اجتماعية، واليوم كمان عندك بعد لقب زوجة رئيس المجلس المنتخب، بدي تحكي لي عن شعورك اليوم في هاي الأجواء. احنا بنشوف من جميع أطياف وطوائف وعائلات البقيعة تجندوا للعمل من أجل تجميل القرية. طبعا اول شيء يعطيكم الف عافيه، يعطيك الف عافيه اخ عماد. اليوم احنا متعودين على شباب البقيع طبعا من فتره تطوع تبعهم من جميع الاطياف والطوائف زي ما انت تذكرت وحكيت. اليوم عندنا برنامج خاص جدا اللي احنا من يعني كان حب علينا ما يكون، انه بناء على انه اسم المرحوم البطل جمال عباس. احنا متعودين على شباب البقيعة بالتطوع بافراح وهيك مناسبات سعيد، اليوم هيك في اسم شوي يعني محزن، ان شاء الله طولة العمر لجدعان وطولة العمر للشباب كلها. بالفعل حفلة تراثية بقيعية بتجنن، يعني الاجواء هون كثير زي ما تقول احتفال عظيم، ان شاء الله بيظل عمر طويل والاجواء هيك بتظل في البقيعة تراثية حلوة وصحة وعافية للجميع. لسألك بعد سؤال، بما أنك أنت دائما عملت على رفع مكانة المرأة في البقيعة وأيضا في باقي البلدات، إلى أي مدى هناك مشاركة نسائية في هذا اليوم؟ وهل يعني هاي المشاركة على قد خاطرك؟ طبعا أول شيء مشاركة زي ما أنت حكيت من الصغير للكبير، مشاركة من جميع نساء الصبايا البقيعة طبعا صغير وكبير، وأنا شايف هون كمان كيف أنت ذكرت وحكيت من كل الطوائف من كل العائلات، صبايا صغار كبار حتى طلاب المدرسة كمان حاسين في بهذا اليوم أنه مفروض ويعني شيء على مستوى عالي جدا من الحضور، وكمان كله عم بيشتغل من قلبه ورب لإنجاح هذا اليوم، إن شاء الله بكون يوم ناجح ويوم تراثي، يوم ذكرى البطل جمال العباس يكون كيف هن بدهم وكيف اهل البلد بدها، ان شاء الله دائما بس هيك التجمعات فرح وحياه سعيده للجميع. سؤال اخير هيك شخصي شوي، انك انت اجيتي لهون وعم بتشاركي بهذا اليوم وبتشوفي صديقات اللي يمكن كانوا حتى معك بالمدرسه، قديش هذا الشيء بيعمل على تقويه النسيج الاجتماعي في القريه؟ طبعا احنا بنقدر نقوي هذا النسيج واحنا بنقدر نبطله لهذا النسيج. اليوم بما اني انا موجوده هون كمان بين الصبايا والكل كمان هون حاسس حاله في الانتماء، شعور كثير حلو انه نشوف كمان كل الجيالي ومش الجيالي انه نسلم على الجميع، ومش كل يوم احنا بنشوف هاي النساء والصبايا بهذا التجمع، دائما بنشوف الناس في الافراح وبالاطراح. اليوم في عندنا مناسبه كثير حلوه خصوصا بقلب الحاره في قلب المحل اللي هو تراثي للبقيعه، هذا شيء كثير بشجع للاستمراريه في انه الالتقاءات النسائيه تظلها متطوره، واحنا طبعا اكيد رايحين ندعم هذا الموضوع بشكل اساسي. كلمه اخيره لك في هذا اليوم. طبعا عندنا قريبا يوم الشهيد او يوم الذكرى لشهدائنا، طبعا احنا اليوم بما انه اليوم ذكرى كمان للشهيد او مناسبه للشهيد جمال عباس، كمان احنا ما بننساش شهداء البقيعه وجميع الشهداء، ونقول ان شاء الله من شاطر ذويهم بهي المناسبه ونقول طول العمر للجميع، والله يرحم جميع الشهداء. يعطيك الف عافيه اخ عماد. بوكر توب، كفود لانو لدبيرت خيم. קודם כל רוצים לדעת מי אתם, מאיפה באתם? אנחנו מקיבוץ מגן, חברים של המשפחה כבר 30 שנה. קיבוץ מגן זה בדרום? במועצה אזורית אשכול, כרגע מפונים לים המלח. באתי מהדרום עד פקיעין כדי להשתתף באירוע הזה. כן, חשוב לנו מאוד, הכרנו את ג'מאל אישית,
לבוא להנציח אותו במעשים טובים, שמר עלינו. כשאתם באים לכפר כזה קטן ואתם רואים אנשים מכל העדות, מכל המשפחות, התגייסו ביחד כדי לשפר את פני הכפר, מה אתם חושבים? קודם כל זה לא כפר קטן, הוא יותר גדול מהקיבוץ שלנו. יחסית לתל אביב זה לא נחשב. אנחנו בדרום, אנחנו בקיבוץ. ואני חושבת שזה מעשה מדהים לקחת את כל הקהילה ולעשות משהו טוב. זה חשוב. ככה צריך להנציח ולעשות דברים טובים. שאלה אחרונה, אני רוצה מילה שתקדישי אותה למשפחת עבאס, משפחתו של החלל ג'מאל, לענן ולילה. בכל זאת זה יום קשה בשבילם. וואו. קודם כל תודה. תודה על הבנים שלכם, תודה עליכם. אנחנו באמת מהעוטף, אנחנו גם משפחה וגם חברים, אז זה לא ברור מאליו, ואני ממש, אנחנו מצטערים שככה זה נגמר. מעריכים מאוד את זה שהוא שמר עלינו והיה חייל, והכרנו אותו לפני זה, והוא היה בחור מדהים, באמת בחור מדהים. אנחנו אוהבים אתכם, ומאוד מאוד שמחים שאתם פה, וכל הכבוד הוא לנו. תודה רבה לכם. תודה רבה, תודה רבה. شاب فارس حميد، يعني أنت عضو في جمعية شباب البقيعة وتتواجد اليوم في هذا اليوم التطوعي، يوم مميز. يعني إحنا بنشوف جميع الطوائف، جميع الأطياف، جميع العائلات تجندوا من أجل العمل على تجميل البقيعة. هلا هلا أخ عماد، تحية لك ولكل المشاهدين. البقيعة طبعا فيش محل بالعالم زي البقيعة. البقيعة بالنسبة لنا وطن، في عين بتجمعنا، فيش حدا بيسألنا إذا بنيجي على العين ليه جاي على العين. هذا الإشي كثير كثير حلو وبيجمع كل أهل البلد، بلي وتسيم نكلال ولا لأنه ولا درزي. طبعا إحنا نحب الطوائف والإنسانية هي أهم إشي، هذا هو ديننا، ديننا هو دين الإنسانية، أن تكون إنسانا. الحمد لله على كل إشي. طبعا إحنا قديش بنقدر نعمل أشياء منيحة، ونتأمل جميع المشاركة من جميع أهل البلد. طبعا كل الشباب اللي معي نيتهم صافي، وكثير كثير بنحب بعض ودؤاقين انه البلد تكون بخير وسلام، وهذا اهم شيء. طبعا الله يرحمه شهيدنا جمال البطل، بطل بكل معنى الكلمه، الله يرحمه ويخلي الشباب. فقدان صعب على الكل وكثير كثير اثر فينا، ولولا ما هو مميز جدا ما كانش معه صار هاي الامور كلياتها. والحمد لله الله على كل شيء، ويعطيك ألف عافية، وتحية. عاشت البقيعة حرة أبية، عاشت البقيعة حرة أبية، يعطيك العافية. ردينا عمة المرحوم جمال اليوم تتواجدي في ساحة العين مع أهل البقيعة، جميع الطوائف، جميع الأطياف، جميع الشرائح، جميع العائلات. أي شعور هذا بعطيكي؟ واو، شعور كثير كثير حلو وقاعدة. شعور של עצב וכבוד, אהבה. חביבי ג'מאל, כל הנס הון עשנו עשן יפרג'ו מחבטון לילו שוי. חביבי ג'מאל איזה מכל העולם, اجوا من ارصات ابريت، اجوا من العتاف، اجوا ناس اللي ولا بيعرفوك يا روحي، كلهم كدال يشتتف معنا هون لهرجشات شل قابة. احنا كثير 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 فخورين فيك يا عمتي وفي شو عملتوا يا روحي، الله يرحمك حبيب قلبي. واحنا راح نضلنا ذكراك عنا لابد الابدين يا قلبي، الله يرحمك. وشكرا لجميع المشتركين، كثير احنا معرخين، كل واحد اجا وكل واحد اشترك، شكرا كثير. أي خير الدين، يعني احنا متعودين عليك في محل ثاني في وزارة المعارف، ولكن اليوم موجودة في ساحة العين في البقيعة، عمل تطوعي لإحياء ذكرى ابن أخوك. شعورك في هذا اليوم؟ شعوري الحقيقة لا يوصف، بالفخر والاعتزاز بانتماء إلى هاي البلد المحبة، هاي البلد العظيمة. شفنا اليوم هاي البقيعة بمشايخها وشبابها، نسائها، صباياها، كلنا إيد واحدة مع بعض نحيي ذكرى البطل المرحوم جمال.
يعطيهم ألف عافية لكل المبادرين لهذا العمل الخير، وإن شاء الله يا رب دايما نشوف البقيعة بهذا المحل وحدة واحدة إيد واحدة، ويعطيكم ألف عافية للكل. أي حكيتي عن تواجد يعني مشايخ وأطفال، كمان في شيء ملفت، تواجد يعني فسيفساء جميل، جميع الطوائف أنا شفتهم. صحيح صحيح، البقيعة فيها يهود، فيها دروز، فيها إسلام، وفيها مسيحية، والكل كان اليوم إيد واحدة، ما بتعرف مين من أي طائفة، كلنا مع بعض من أجل إحياء ذكرى البطل جمال. سؤال أخير أو كلمة بدي إياك توجيها لأخوك عنان ولا ليلى في هذا اليوم. هذا اليوم يعني أنا قلت لهم خلال حديثي معهم إنه جمال موجود معهم في كل يوم، في كل حدث، في كل إشي بيكون موجود، ولكن اليوم يمكن وجوده مميز. شو بتقولي لعنان؟ عنان كان وما زال وسيبقى دائما مثال أعلى إلنا الكل، وقدوة في الإيمان وفي الصبر، هو وليلى وميرال وجدعان. إن شاء الله يا رب الله يعطيهم الصحة ويظلن هيك صابرين، والحمد لله الإيمان قوي، ويظلن قدوة لإلنا كلنا. إياد عباس عم المرحوم جمال، بدي أسمع منك عن شعورك في مثل هذا اليوم. يعني جميع أهل البقيعة متواجدين هون في ساحة العين من أجل العمل على تجميل البقيعة لذكرى جمال. أول شيء يوم كثير مرجش مؤثر، يوم كثير مؤثر جدا، إنك تشوف كل الشباب، صبايا، أولاد صغار، كبار، من البقيعة، من برية البقيعة، من إخواننا المسيحية، يهود، إسلام، متواجدين في هذا اليوم. وهذا بدل قديش جمال كان مؤثر على كثير ناس وعلى الشباب بالأخص، قديش الكل كان يحبه، قديش الكل متأثر من المصاب اللي كان اللي صابنا. شو الكلمة اللي ممكن توجهها اليوم لأخوك عنان؟ يعني الفقدان كثير كثير صعب، جمال موجود معهم باليوم يوم، ولكن اليوم يمكن أصعب شوي. عنان كثير قوي، وإن شاء الله يظل قوي، هو والعيلته ليلى جدعان ميرال يظلوا قوايا، يكملوا الطريق اللي بلشوا فيها من بعد جمال، وإن شاء الله كل إحنا حده عنشان جمال. خالتي ام صافي، احكي لي عن مشاركة النساء اليوم في هذا اليوم. مشاركة النساء فيش احلى من هيك، شايلة شايلة اهل بلدنا كلياتها اخوة مع بعض البعض، فيش حدا غريب من الثاني، كلنا بنساعد بعضنا، الله يوفقهم ويخليهم ويظلوا سند للبقيعة، لان البقيعة فيش احلى من هيك. احنا البقيعة عنا مميزة عن جميع، يعني كثير كثير عن جميع القرى، بنظل مع بعضنا، بنحكي مع بعضنا، بنضحك مع بعضنا، بنشتغل مع بعضنا. هذا اليوم كلياته من جميع الفئات، يعني من جميع الفئات، واهلا وسهلا فيكم، وان شاء الله يا رب يدخلك تدوم البقيعه، وندوم احنا كمان والصبايا كلياتها، نضلكم مبسوطين. شكرا. معلمه انيسه بدي اسالك سؤال. انت معلمتي، مجبور يعني اسالك. انت معلمة انت معلم الكل. الله يسعدك. لا احنا نتعلم منك. معلمه انيسه، يعني شعورك في هذا اليوم اللي انتوا كنساء عم بتحضروا أكل للشباب اللي عم بيشتغلوا من أجل تجميل البقيعة، وخذ بالاعتبار أنه أنا شفت من جميع شرائح المجتمع، جميع الطوائف، جميع الأطياف، جميع العائلات، كله متجند للعمل من أجل البقيعة. الحقيقة أهل بلدنا الإشي مش غريب عليها، إحنا متعودين على هيك كل الوقت، صار قبل مرة، واليوم فيش إشي بغير من وحدة أهل البقيعة، بلد ميوحدة في كل إشي، وإن شاء الله إحنا إيد واحدة في كل إشي، في السراء في الضراء، إحنا إيد واحدة مع بعضنا شو بيصير. والله يرحم جمال كمان اليوم اللي وحد كمان أهل البلد، وإن شاء الله يا ربي الله يوفق الشباب كلها. صراحة بس إجيت الصبح وشفت الشباب إشي مراجيش، يعني فيش إشي شعور لا يوصف،
كيف شفت الشباب كليات ايد وحده من كل الطوائف من بريه البلد. الاشي مش بس للبقيعة، الاشي لكل بلاد كان اشي الحقيقه برفع الراس، بفتخر في كل شباب البقيعة، بفتخر في كل النساء، ونادي النساء كان لهم دور كبير اللي انا وحده منهم في تحضير المناقيش، وكل نساء البلد شاركت. الاشي مش لا طائفي، الاشي مش لا ليفشي على مستوى طائفي، مش لا بس للبقيعة، والكل شارك، الكبير والصغير، الصبايا، كل فيش حدا ما شاركش، واللي قاعد في بيته حتى بعث اشياء دعم للمناقيش، يعني وصلتنا اشياء من الناس اللي هن في بيتهم اللي هن صعب يوصلوا لهون وحابين يتبرعوا. شكرا لكل واحد ساهم في هذا الاشي، ويعطيكم الف عافيه، والله يخلينا لبعض يا ربي. لا جدعان ابن عنان، والله يرحمه جمال. خالتي سلمان، احكي لنا عن شعورك اليوم، يعني جميع اهل البقيع متواجدين هون. شعور كثير حلو، والله يوفقهم كلهم ويوفق شباب البقيعة. وهي صارت جمعية معترف فيها من قبل الدولة، وإن شاء الله يا رب يشتغلوا لصالح البلد، وإن شاء الله يا رب إنه يسهل على سويد أمره ويسهل له أمره، والرئيس الجديد يشتغل لصالح البلد كلياتها. بنشتغل وبنحب إنه كل البلد تشتغل لبعضها، يعني كل دروز مسيحية، إسلام، يهود، شو ما كان، كلهم يشتغلوا لصالح البقيعة، وهذا اللي بنتمناه. يعني خالتي أم سلمان، بدي أسألك، مثل هاي الأعمال كانت تقام يعني في الماضي؟ كانت تقام يوم حياة جوزي، توفى قبل 36 سنة. عملوا له هون من المجلس برضه يوم تطوع، وفتحوا الشارع وين هذا بنزل هون من المدبغة عند بيت عصام داح لغير، هذا أول سنة. ودار بصافي عملوا يوم تأكل، وثاني سنة عملوا له كمان وفتحوا شارع المقسم، وطبخنا عندنا بالبيت كان زي العرس، عملنا 3 فنجان كبة و20 كيلو رز، طبخوا النسوان وساعدوا واشتغلوا، الله يوفقهم إن شاء الله. وطلع فتحوا شارع المقسم، طلعنا أكل لفوق، بعرفش إذا أنت متذكر ولا لا، يمكن ما كنتش خلقين. مين أكبر، أنت ولا يوسف؟ لكن كنت خلقين. يوسف ما كانش، يوسف كان عمره سنة. حبيبي الله يعافيك، وإن شاء الله يا رب يضل البلد كلها متوحدة ومبسوطة. المهندس فواز السويد، شايفين اليوم في البقيعة جميع الطوائف، جميع الأطياف، جميع العائلات، يعني مجندة للعمل من أجل تجميل البقيعة. شعورك بهذا اليوم؟ أحلى يوم، أحلى يوم اليوم، مش مجرد عادي في البقيعة. البقيعة معروف عنا محبة الناس لبعضها، واللي بيجي على البقيعة بيشوف إسا 80% موجود هون من شباب البقيعة، موجود هون في الساحة العامة لهذا اليوم التطوع بمناسبة ذكرى الشاب جمال عباس. ولكن في أيام كمان كانت غير هاي المناسبة، بتشوف شباب البقيعة كلها مع بعضها، كلها بتشتغل بجميع طوائفها، بجميع حاراتها، بجميع عائلاتها، من كله إشي بيرفع الراس وبيفرح القلب. وإن شاء الله إن شاء الله تظل أيامنا بهذا الشكل، الشباب كلها مع بعضها، كلها ما فيش فرق بين واحد وواحد، بين عيلة وعيلة، وبين واحد وواحد. والله يهدي البال، وإن شاء الله إنه نستمر في هذا الوضع إلى الأبد. شكرا. أهلين. السيدة صالحة حمراء، احكي لنا عن مشاركة النساء في هذا اليوم التطوعي. هذا اليوم التطوعي اجلوا عند الشباب وطلبوا من المساعدة، على أساس إحنا كمركز نساء نساعدهم في وجبة الأكل. قعدت أنا وياهم وعملنا البرنامج تبع الأكل، وإحنا كنساء أخذنا على عاتقنا إن الأكل المناقيش إحنا نحضره، يعني تبرعات من النساء. قديش كان في إقبال من النساء بس توجهتوا لهم؟ أنا بشكل شخصي اللي توجهت للنساء، كل النساء كثير كثير تبرعوا، وظل عندنا أشياء تبرعوا يعني لقد الوجبة وزيادة، وظل كثير عندنا بعد زيادة يعني.
الحمد لله وكلهم اجوا وشاركوا واشتغلوا وفي اشي حتى كان بده يتبرع وقلت لهم خلص وزعلوا يعني عوت اخذت منه. هذا يوم عيد للبلد، يوم عيد محبه وصداقه والفه ومن كل الطوائف من كل الحارات.